اوروبا. بيدوروا على العامل المصري بس المدرب واللي عنده لغه. مش عايزين نظلم العامل المصري من اذكى. لا مش عايز اظلمه، بالعكس انا معاه من اذكى، بس انا عايزه احسن. احسن بمعنى ايه؟ دخله يبقى اكتر من ده، بدل ما ياخد 5 ياخد 10 ياخد 15 ياخد 20. وفر له ويستاهل. وفر له يا فندم، واخد بالك المنظومه الجيده هتاخد من العامل المصري ده، لانه مطلوب وعامل ذكي، واخد بالك، وعامل في نفس الوقت مطلوب في الدول كلها. نعم. وهيرجع لك بخبرات. نعم. خلي بقى حضرتك، دايما تلاقي واحد قاعد 20 سنه بره يقول لك ايه، انا اكتسبت الخبره بمكان، انا عايز ارجع افيد بلدي. نعم. لان برضو مصر دي غريبه. صح. اللي يطلع منها، نعم، ما ينفعش يقول لك في الاخر لازم ارجع ليها تاني. ما ايا كان عايز يرجع حقيقه. فاحنا هيرجع وهيستقر وهيعمل مشاريع ويدي تجاربه. احنا عندنا نماذج عالميه، دكتور زويل وغيره وغيره وغيره. لا لو النهارده انا كمان حضرتك بتكلمنا على الجزء ده، وده الاهتمام اللي بنشتغل الدوله شغاله عليه. نعم. المليون عامل النهارده بتكلم على مدربين يبقوا جاهزين، تدريب، لغات، لانه بقى النهارده العالم كله النهارده اللي حضرتك بتتكلم عليه. وكمان هياخد ايطاليا عايز العامل المصري، الالمان عايزين العامل المصري، انجلترا عايز عايز العامل المصري. هيتعمل له شهاده قياس مهاره مش اي كلام. النهارده خلينا نتكلم دلوقتي اللي بيحصل. انا عايز حضرتك بره واحد تطلع في الخارج يقول لك ايه، هات لي شهاده قياس مهاره. فتروح اي مصنع لو سمحت معاك معرفه فلان بتاع يديك شهاده وانت ما رحتش. نعم. فيطلع بره يتفضح. انما دلوقتي مش هياخد الشهاده دي غير لما يكون متدرب فعلا، فتضمن ان سمعه العامل المصري يرجع تاني واقوى ان شاء الله. ده اللي بيتعمل، ده اللي بيتعمل دلوقتي وحريصين عليه النهارده. طبعا. وانا يعني حضرت الافتتاح بتاعه وانا بسمي هذا الامر، ولكن بزيد عليه كمان من خبرتي اللي انا يعني عشتها. ان انا بقول خلينا نوسع في التعليم المزدوج اللي هو موجود اوريدي، واخد بالك، وعلى انا مؤمن بيه، وده اللي هيخرج لك حضرتك بناء الدول مش باين عشيه وضحاها، بياخد اوقات وسنين. اديني ساعات عمل بانتاج. طبعا. ده اديني. اديني وانا والمقابل هتاخده. اديني مقابل. ما اشتغلش اوفر تايم ما تدونيش. اديني، هتلاقي العامل يقعد وهيشتغل، بس اعمل له منظومه سليمه. صدقني الكلام ده موجود في بعض المنشات كتير جدا في مصر. انا اعرف ناس شباب من هنا بقي مديرين على مستوى الشرق الاوسط كله، مصريين. نعم. تفتخر بيهم. نعم. ليه؟ لان هو طور من نفسه ولقى نفسه. شفناهم بره كتير جدا جدا جدا، وتبقى فخور جدا، وتقعد بقى يجي يسلموا وانا كذا ايه، يقول لك انا مدير كذا مصر، الحته دي تبقى سعيد جدا. طبعا طبعا. عايزين ننمي ويبقى في عين حلوه تشوف وتفحص كده مين الكام واحد نبغى دول اخدهم، دول اعمل لهم واخد بالك يعني دراسه لوحدهم. محتاجين ان احنا زي الكشافه كده في كورة في الكورة. بلا اي نعم، انا زملكاوي وحضرتك اهلاوي، بس نعم. طب انا يعني مش هنختلف، اهم حاجه الهدف واحد. حبايب. طبعا. لا حبايب، مش هندخل ملف الكورة دلوقتي. لا ده انا بضحك بس كده. خلينا في التعليم الفني. نعم. ان هو ده واضح اهتمام الدولة بالكامل في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. صحيح. فنركز عليه. نركز عليه. وانا كمان من يعني احنا برضو عندنا اتحاد عم مصر، اتحاد عريق يا فندم. نعم. مش انا عشان انا موجود على رأسه، لا ده هو اتحاد فعلا على مستوى العالم العربي ومستوى العالم. فعلا اتحاد عم مصر اتحاد يليق باسم مصر، ومصر كبيرة، واحنا عندنا من منشآت منها جامعة فيها 11 فرع. اي نعم هي بتعاني دلوقتي، يمكن انا رحت لوزير التعليم العالي وعرضت عليه ان احنا نرتقي بيها تاني وترجع الجامعه العماليه كسابق عهدها، وبنحاول ان شاء الله قريب. والله هنطلع عليها، بزعل لما ابص عليها. مش هتزعل قريب، مش دي المؤسسه. بس دلوقتي بزعل. ما هقول لحضرتك على حاجه، مش ذنبنا، احنا جينا في وقت كانت 4 سنين. اولا مكانها خلاص بقى لا يليق، والله لا يليق، يعني مكان مطور وجامد. لا خليها في الاماكن. اشمعنى؟ طب ممكن